الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حتى الصلاة ما تصلون على النبي. السلام يعني واحد يكفي يقول عليكم السلام، بس الصلاة يعني يمكن يصلي. هو بس يعني وش اسمه يعني نسوي لكم ريفرشمنت يعني ونصحصحكم شوية. أحسنت. نبارك إليكم ولادة الميمونة، ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بنت النبي وزوج الوصي وأم الأئمة. يعني إيش كثر هذه المكانة، بنت نبي وزوج وصي يعني وأم أئمة، يعني معناته إن ليها مكانة مو بس عند الناس، عند الله سبحانه وتعالى. مكانتها مو بس لأن هي بنت وصي أو هي أم زوجة وصي وبنت النبي، لكن هي قدوة. هي ناخذها مو بس النساء، حتى الرجال تقدر تاخذ منها القدوة من الأعمال اللي قامت بها في حياتها، واللي احنا نعرف القليل من حياتها، من سيرة حياتها. للأسف التاريخ مو بس ظلمها جسديا، ظلمها معنويا، ظلمها عند ما يذكرها في مكانتها، ما يذكرها في أعمالها، أحاديثها مع النبي، الأعمال اللي كانت تقوم بها في حياتها علشان إحنا نأخذ منها. للأسف التاريخ ظالم منها مع ظلامة أبوها وزوجها وأبنائها سلام الله عليها. اليوم إحنا على الأقل نذكرها بشيء بسيط، على الأقل نتعلم اليوم، ناخذ منها لو قليلا من الدروس. هذه الدروس إذا إحنا أخذناها مو بس نسمعها ونعمل بها. يعني رجال ونساء، اليوم تحدثنا دكتورة في التربية، دكتورة مو بس حاملة إلى شهادات العليا، ولكن تربي أجيال، ربت أجيال في البحرين وتربي هنا في أولادها، وأيضا تعلم الناس. وإن شاء الله اليوم إحنا بنتعلم من منها، وإن شاء الله مو بس نتعلم ناخده نسمع منه ونطلع مني، لا، ناخده ونتعلمه، يعني نسوي أبليكيشن عليه، يعني نسوي إمبليمنتيشن عليه، يعني ندرب نفسنا على ما ستقوله إلينا الدكتورة فاطمة الحلواجي بالصلاة على محمد وآل محمد. وصل على محمد وآل محمد. شكرا زينب على المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الحضور الكريم، أهنئكم جميعا بمولد الطفل البتول سيدتنا فاطمة بنت محمد أم الحسنين عليه السلام، وأسأل الله لي ولكم شفاعتها يوم الحساب. فعن الإمام الصادق عليه السلام يذكر أنه إذا كان يوم القيامة و
زفت الملائكة سيدتنا الزهراء إلى باب الجنة تقف وتلتفت، فيخاطبها رب الجلالة ويقول: يا بنت حبيبي، لما التفاتتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يا رب، أحببت أن يعرف قدري في هذا اليوم. فيقول لها رب الجلالة: يا بنت حبيبي، انظري إلى هؤلاء الناس، فمن وجدت في قلبه حبا لك أو إلى أحد من ذريتك فخذي بيده وأدخلي بالجنة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فإنها في ذلك اليوم تلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الخبيث. صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن نكون ممن تلتقطهم سيدتنا فاطمة في ذلك اليوم. موضوع حديثي في هذه الليلة هو الزهراء عليها السلام، قدوة ومنهج. أعطي مقدمة مختصرة إن شاء الله، وبعدها نلتمس من نور هذه الشخصية العظيمة. مما يجب علينا جميعا إدراكه كبشر أن غاية خلقنا هي الوصول إلى الكمال الإنساني، وسبيلنا في ذلك هو العبادة والتقوى والعمل الصالح. ولطفا من الله ومنة علينا أن جعل لنا نماذج، جعل لنا سرجا، جعل لنا قدوات نتبعها ونقتدي بها لكي نبتعد عن الضلالة. فما أسهل أن يزل الإنسان وأن يخطئ، ولأن لكل مخلوق منا خصوصية وقدرات وإمكانيات، فقد جعل الله كما للرجل قدوات جعل للمرأة أيضا قدوة خاصة بها تتبعها وتكون نموذجا لها. والحق يقال أننا عندما نطرح مثل هذا القول في مجتمعاتنا فإننا نسمع الكثير من: ولكن هؤلاء أئمة، ولكن هؤلاء معصومون، ولكن أين لنا أن نقتدي، وأين لنا أن نكون مثل هؤلاء؟ ولا أظن أن الإسلام يطرح إلينا شيئا مستحيلا، فذلك يجعل من التعاليم الإسلامية تعاليما عبثية. أي شيء يطرحه إلينا الدين فهو شيء نستطيع أن نصل إليه. إذن كيف نتخذ من الزهراء عليها السلام قدوة؟ أول ما يقتضيه الاقتداء بالشخص هو معرفة ذلك الشخص، التعرف إليه والتقرب منه. ولأن نفهم كيف تكون الزهراء قدوة لكل نساء الأرض، لابد أن نفهم لماذا اختار الله عز وجل وعلى أي أساس جعل لنا فاطمة قدوة صلوات الله عليها. بالنسبة لاصطفاء القدوة، لابد من تثبيت حقيقة مهمة، وهو أن فاطمة عليها السلام مصطفاة من الله عز وجل، وأنها من أهل بيت مستوجبي الطاعة والاتباع، بل وهي أحيانا تقدمهم في الترتيب. فنحن عندما نقرأ حديث الكساء نقول: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وتقديم فاطمة هي هنا ليس عبثيا، إنما هو لتعظيم شأنها. حين يذكر الاصطفاء في القرآن الكريم، فهو دائما يذكر مقرونا بالثناء والتكريم، وهو حقيقة أمر ليس مختصرا على أهل بيت النبوة، بل عملية الاصطفاء والاجتباء كانت عبر الأزمنة لبعض الرسل والنبيين وذراريهم. ونعرف من خلال آيات الاصطفاء أن المصطفين خلقوا من نفس الطينة، ويقول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا
إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إذن فهم خلقوا من نفس التركيبة، من نفس الذرية. والمصطفون مصدر علم وحكمة. يقول الله جل وعلا: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وقد توعدهم الله بالمقام الرفيع في الدنيا والآخرة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأمرهم وما ينطقون ما هو من أنفسهم إنما هو حكمة أجراه الله على ألسنتهم. يقول جل وعلا على لسان يعقوب مخاطبا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. والمصطفون قد عرفوا الله وعبدوه حق عبادته. يقول جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا جعلوا القدوة والنموذج والإمامة في بيت محمد صلى الله عليه وآله لم يكن بدعا. وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم والأعلم بما يتميز به بعضهم عن بعض، وفعله وتدبيره شأن خلقه لا يصدر إلا عن حكمة بالغة قد يفصح لنا عن وجه منها ويخفي وجه آخر. ومثل مصطفى رب العزة مريم عليه السلام على نساء الأرض في قوله تعالى: قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فقد اصطفى فاطمة صلوات الله عليها أيضا وطهرها واصطفاها على نساء العالمين. سأل المفضل بن عمرو الصالح عليه السلام قال: أخبرني عن قول رسول الله في فاطمة أنها سيدة نساء العالمين، أليست مريم سيدة نساء العالمين؟ قال له الإمام: مريم سيدة نساء زمانها وفاطمة سيدة زمان الأولين، سيدة نساء الأولين والآخرين. المحور الثاني من هذا الحديث في هذه الليلة هو كيف نجعل من فاطمة عليها السلام نموذجا عمليا نستطيع أن نفعله في حياتنا. حقيقة كما ذكرت زينب في المقدمة، المطلع على سيرة الزهراء عليها السلام لا يجد الكثير. نعرف عن أفضالها ونعرف عن مقامها من خلال أحاديث الرسول التي أوصى بها: قال فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. ونعرف من خلال بعض أحاديث الأئمة ورواياتهم التي يذكرون فيها فضل جدتهم السيدة الزهراء سلام الله عليها. نعرف عن ولادتها الكريمة وكيف أنها خاطبت أمها وهي في بطنها، وعن عمرها القصير الذي غابت عنا أكثر تفاصيله. ونعرف أكثر قليلا عن قرب منيتها وعن ضلعها المكسور سلام الله عليها وحقها المسلوب، وعن موقفها المعارض مع من سلبها حقها وخالف وصية رسول الله في زوجها. ما وصلنا عن سيدتنا فاطمة وإن كان قليلا فهو كاف ليطرح شخصية كاملة. شخصية الزهراء عليها السلام حسب ما يرد إلينا قد يقع في خمس نماذج
زوج خمس تفاصيل أو خمس جوانب من هذه الشخصية، تعطي نموذجاً متكاملاً للمرأة الكاملة. الجانب الأول هو فاطمة الابنة، الجانب الثاني فاطمة الزوجة، الجانب الثالث فاطمة الأم، الرابع فاطمة العابدة العاملة، والخامس فاطمة المعارضة. بالنسبة إلى فاطمة الابنة، كلنا يعرف كم كانت مقربة السيدة الزهراء من والدها، كانت قرة عين أبيها، تواسيه، ترفع عنه الحزن، يذهب إليها كلما ضاقت به الأحوال، كانت سلوته، وكانت تداوي جروحه، وكانت تؤازره بكل ما تستطيع، حتى قال عنها فاطمة أم أبيها. وهكذا كان حالها مع زوجها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت ترعى هذا الزوج، تواسيه، تقف معه حين تشتد به الخطب، يأمن لها ويلوذ بها كلما عصف به الأيام، كان يتقاسمان العمل، لها ما هو داخل المنزل وله ما هو خارجه، وهذا لا يعني أنه كان يفصل نفسه عن ما هو داخل المنزل، فقد كان يشاركها العمل داخل المنزل، وقد كان يشاركها تربية الأولاد. من ينظر في علاقة السيدة الزهراء مع زوجها الإمام علي عليه السلام يجد العلاقة الفاضلة المتكاملة الجميلة التي فيها الكثير من الاحترام والتوافق والخلق العظيم، وقد عمل معا على إنشاء أبنائهم أصباط النبي في أحسن صورة وعلى أكمل وجه. أشرف على ذلك نبي الرحمة بنفسه، فلم يكن هذا بيتا عاديا، إنما هو بيت أريد له أن يكون البيت النموذج الذي يتبعه المؤمنون إلى آخر يوم، إلى يوم القيامة. يقول الإمام علي عليه السلام في وصفه حياته مع فاطمة: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. وفاطمة الأم كانت تربي صغارها الحسن والحسين وزينب عليهم السلام جميعا على حب الخير والفضيلة والإحسان والخلق الكريم، كانوا أمثلة سامية في دنيا الأخلاق الإنسانية، وقد كرمه الله تعالى بديمومة تلك الذرية إلى يوم القيامة. فاطمة العابدة العاملة كانت تحمل هذه الصفة في رسائل روحية وأخلاقية. حياة سيدتنا الزهراء تفيض بنفحات روحانية وإيمانية، كانت كثيرة العبادة والصلوات، كانت تصوم مع الإمام علي، ونحن نعرف كيف أنهم صاموا ثلاثة أيام متواصلة، أدعيتها، تفسيرها للقرآن، دعاءها للمؤمنين والمؤمنات، كل ذلك تشهد به آيات عديدة نزلت في حق السيدة الزهراء. ويكفيها أننا في كل صلاة نذكرها من خلال تسبيحاتها التي علمها لها رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت سيدتنا الزهراء المعلمة الأولى، فتحت منزلها مدرسة علمت فيه نساء المؤمنين، كانوا يأتون إليها ويستزيدون علما في دينهم ودنياهم. أخذت دورها القيادي في المجتمع الإسلامي، و اهتمت بالشريحة النسوية حتى تثقفهم، لأنها تعرف كم هو مهم تثقيف هذه الشريحة المنشئة للأجيال. وكانت هناك أيضاً دروس نستلهمها من تعاملها الراقي مع الآخرين. هناك روايات عديدة تذكر كيف كانت تتعامل مع خادمتها فضة عليها مثلاً، خادمتها فضة التي كانت لا تتكلم إلا بالقرآن.
إلى شخصية السيدة فاطمة المعارضة الواقفة في وجه الظلم والمدافعة عن الحق والدين، لم تقتصر السيدة الزهراء على تثقيف الأفراد، بل انصرفت إلى تثقيف وتوعية الجماهير عندما تطلبت الرسالة المحمدية منها ذلك. حملت دورها الرسالي بجدارة، والشاهد على ذلك خطبتها الفلكية في مسجد رسول الله بين المهاجرين والأنصار. من لم يقرأ الخطبة أنصحكم بالاطلاع عليها، خطبة عظيمة تدل على عظمة هذه السيدة، قوة بأسها، شجاعتها، حكمتها، منطوقها، والعمق الفلسفي الذي تحمله. في تلك الخطبة دعوة واضحة لمقاومة الظلم والاستبداد والتمسك بتعاليم الدين السمح. كانت خطبتها سياسية، اجتماعية، عقائدية، بمعنى آخر كانت خطبة شاملة أحاطت بكل متطلبات ظروف زمانها وما كانوا بحاجة إليه. وهناك مواقف قيادية أخرى للزهراء عليه السلام في محاولتها لتثقيف الأمة ونشر الوعي بين أفرادها. كانت تدور على بيوت المهاجرين تحاول أن تهز ضمائرهم وأن تحركهم للوقوف بجانب الحق ونصرته. وهكذا تجسد السيدة الزهراء عليها السلام دور المرأة القيادية المسؤولة عن تبليغ الرسالة الإلهية للناس أجمعين، والمستعدة دائماً لمواجهة كل الظروف وتحمل كل المسؤوليات التي يتطلبها بناء المجتمع وحفظه. لهذا كله توجه الإسلام سيدة للنساء على مر العصور، فهي قدوة في كل جانب من جوانب حياتها. يقول الدكتور علي شريعتي في كتابه فاطمة يا فاطمة: هناك ثلاث شخصيات للمرأة المسلمة في عصرنا الحالي. هناك المرأة التقليدية الخرافية المتمسكة بالخرافة، وهناك المرأة الحديثة المتأثرة بالغرب، وهناك المرأة الفاطمية، وهي مرأة تبتعد عن القوالب القديمة ولا تتأثر تأثراً سطحياً بالحداثة. هي مرأة تعرف وتعي دورها بشكل كامل، تأخذ هذا الدور وتقوم بما يجب عليها أن تقوم به لأن تصل بنفسها إلى الكمال الذي يطلبه منها المولى عز وجل. وهنا نجد كيف تجلت حكمة الله تعالى في ميراث النبوة لآل البيت. تسيره وسائل النبوة، يحمل امتداد شروط وثوابت الرسالات السماوية في قيادات مختارة قصهم الله تعالى من ذرية محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحين تكون ذرية الرسول في ابنته الوحيدة فاطمة ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ندرك أن الله اختارها واصطفاها من بيت عباده لأنها خير خلقه وأشرفهم وأطهرهم، وهي ابنة خاتم النبيين المبعوث للحق، المبعوث بالحق رحمة للعالمين، تحمل إلينا رسالة كاملة متكاملة في شخصيتها. توافرت فيها صفات الديمومة والاستمرارية التي يمكن لنا أن نتبعها في أي زمان ومكان، واتزنت بقيم ودروس الثورة الإصلاحية ليميز الله بها الخبيث من الطيب، ومن تمسك بشرع الله وأمامره ولزوم وصاياه ونهجه وحافظ على وعوده وعهوده واتبع نهج آل بيته في التمسك بالعقيدة السامية والرسالات السماوية العظيمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنتي دكتورة فاطمة على هاي الإطلالة السريعة على حياة السيدة فاطمة
فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونشكرك جزيل الشكر على ما قمت به. اللي عنده الحين أي سؤال أو أي استفسار أو أي مداخلة أو زيادة على ما تحدثت وأتحفتنا بدكتورة فاطمة، فعلى قولتهم open the floor يعني.